السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. أنا في إمارة أبو ظبي الحبيبة، عاصمة الخير والرخاء. أنا طارق عمارك، متواجد في منطقة المشرف اللي هو فريج المشرف. وين؟ في بيوت قوم بن ياعد. بيوت قوم بن ياعد، قوم بن ياعد من البيسات. أنا في بيت سالم بن سعيد بن سالم بن ياعد القبيسي. ياي طالت عماركم أقابل بنتنا الغالي العزيزة بثينة بنت سعيد بن سالم بن ياعد القبيسي. بثينة طالت عماركم باحثة في التاريخ، وبالأخص تاريخ إمارة أبو ظبي. شو السبب بثينة اللي أنت اختصاصك فقط أبو ظبي؟ ليش مش الإمارات أو الخليج أو شو السبب؟ أول بادي تعرفين عمرك. الله يسلمك. بثينة بن سالم، ماجستير علوم بيئة، باحثة في تاريخ إمارة أبو ظبي. هو تاريخ الحياة أنا عشتها من الطفولة مع إدادي، سواء من هل أبوي ولا هل أمي من الصغر. وصلنا أعتقد مرحلة عمرية من يعني مرحلة من العمر، الحمد لله عندنا عيالنا، ما شفنا يعني عاشوا نفس العيشة اللي إحنا عشنا. بحر، شتي، نصيف ولا بنقيض، يعني عشنا عيشة الآن إحنا على كبر يقدرنا ذيك العيشة. فأعتقد هاي التفاصيل الدقيقة ما يعني إحنا نقعد نسولف ونتكلم وتحيدون وتحيدون، لكن بعد ما تحيدون وتحيدون بنروح إحنا وبتروح ذكرياتنا. فما بالك على الذكريات القديمة اللي أصلاً إحنا ما عشناها، واحنا ما نعرف اصلا ليش كملنا هاي العيشه، سواء في الرحلات هاي اللي نروح لها والسيره والجايه. يعني اضطريت اني انا ابحث وابحر في هذاك التاريخ، احاول ان شاء الله يعني على قد ما اقدر ادخل في عمق تاريخ اماره ابو ظبي. ليش اماره ابو ظبي؟ لان احنا الحين ولله الحمد وصلنا ان شاء الله بندخل في 50 عام من اتحاد دوله الامارات العربيه المتحده. وكان الله يغفر له ويرحمه الشيخ زايد وحد هاي الإمارات، وكان يحث الكتاب والباحثين أن يكتبون عن الإمارات. الحمد لله المكتبة زاخرة من كتب الإمارات، وما قصروا الباحثين اللي قبلنا والكتاب سواء من داخل الدولة ومن خارج الدولة في توضيح بعض أدق التفاصيل اللي أنا يعني أرجع لبعض الكتب فيها، بالذات في مقابلات شواب اللي الله يعني غفر لهم رحلوا عنه. فأنا أخذ منهم وأبدأ السلسلة مع الكبار اللي عندنا، وبعدين أبدأ أتبحر معهم. ليش؟ أبحث في صورة ستراها في كتبي يعني تمثل لك لحظة من اللحظات اللي عاشوها. يعني مثلاً رحلة السفر أو المسير هذه كامل كيف كانت؟ شو أدق التفاصيل فيها؟ منو معاهم؟ ليش؟ متى موعدها؟ كيف المراسلات؟ ما في وسائل. ذكرتي بالنسبة للغاصة وقت مد الغوص، أن غوص هل أبو ظبي يختلف عن غوص أي إمارة أو أي بلد ثاني؟ نعم. هل هذا حقيقة؟ هذه حقيقة. كيف؟ شو الفرق بين مد الغوص في أبو ظبي ومد الغوص في أي بلد ثاني؟ استفزني لأن أشوف تاريخياً يعني تاريخ المجتمعات، استفزني بعض الخرائط القديمة جداً، لأن إحنا شو نروح نبحث أو منطقتنا شو كانوا كاتبين عنها، شو اسمها، شو قالوا عنها. فاستفزتني كلمة بيرل بانك اللي هي بنك اللولو. إيش معنى إحنا بحرنا في إمارة أبو ظبي كتبوه بنك اللولو؟ وشو المغزى وراء كلمة بنك؟ يعني ممكن يقول بحر اللولو أو هيرات اللولو، ليش استخدموا أو مركز اللولو ليش استخدموا الغرب استخدم كلمة بنك؟
كلنا نعرف شو البنك، فلوس خير. فقعدت أبحث عنها وقعدت مع مصادرية الشفاهية الله يطول في عمارهم، اكتشفت أن إحنا عندنا الغوص مختلف تماماً عن أي غوص للإمارات الأخرى اللي في دولة الإمارات أو اللي ما كان يسمى بساحل عمان ودول الخليج العربي. يعني إحنا ربينا على شو توب توب يا بحر، هذا بحرنا عليه. بس إحنا شيء خاص فينا ما في، لكن يوم تقعد معاهم يخبرونك تفاصيل أنت ما درسته، ما شفته في مسلسلات، ما شفته في أفلام مثل بس يا بحر. يعني كان فيلم عميق. إحنا نتوقع إن إحنا مثل هالكويت، نتوقع إحنا مثل هالقطيف ودارين، ولا مثل هالبحرين وهالدوحة، ولا هالدبي وهالشارجة. لا، اكتشفت إن إحنا مغايرين تماماً. لكن هذا مش مذكور، مش مدون، مش مدون. هذه كلها أنا أخذتها مصادر شفاهية. إن شاء الله هذا سيصدر الكتاب الثالث بإذن الله. ما بتعطينا ولا نبذة صغيرة عنه؟ بعطيك خصيت إذاعة الأولى وإن شاء الله أخصك فيها. والآن نتكلم عنه. كتاب بنك اللولو، إلى الآن هو ما تحدد اسم الكتاب. بنك اللولو ودلمة كمركز أول لتجارة اللولو. ترى الحين إحنا يوم أني وين كان تجارة اللولو؟ دائما بتحصل في كل الكتب. أنا بحثت في كل كتب دول الخليج العربي وحتى كتب الغرب اللي كتبوها يعني من 100 سنة عن منطقتنا. المركز الأول، حد يقول لك البحرين، حد يقول لك دبي، حد يقول دلمة. لا، مش كلهم يقولون دلمة. الكتاب الآن قالوا دلمة. أيوة. يعني عندك الله يذكره بالخير الكاتب خالد بن عيد المريخي. نعم. هذا كتب يعني كتاب تحفة، يعتبر تحفة. يعني أنا صح كتبت كتابي دلمة، هو اختصر علي المسافات. حتى في كتابي هذا أنا استفدت منه، هو أول من شرح صح عن دلمة بطريقة صحيحة. أنا ممكن تناولت التضاريس، تناولت المناطق، هو تناولها تاريخيا عبر القرون الماضية. نعم. وكحضارات. الكتاب هذا اللي أنا الحين إن شاء الله بيصدد بإذن الله، الله يسرنا ونكتبه، متخصص فقط في إمارة أبوظبي. سيكون مش حقنا إحنا هالأبوظبي، هو بيكون للعالم كله. نعم. تعلم أن هذا البحر بحر خاص على مدى، قبل إحنا لنكون في هالدولة حتى. نعم. أو نكون على هاي الأرض، على مدى الحضارات القديمة، حضارات العالم القديم. ساعات أستمد في حد يقول لك أساطير قلقامش والأساطير الثانية. لا لا، أنا أقول لك من أيام سيدنا سليمان عليه السلام. حتى في ذكرت سالفة من الأولين يذكرونها، أن في منطقة عندنا في أحد القصاصير، إن شاء الله بنذكرها في كتاب جزر أبوظبي، أن فيها خزنة سليمان بن داود عليه السلام. شوف يعني الأولين كيف، أن لو حد خاشينها وبي وصف كيف هي مخشوشة. حتى يقول لك الأولين يعني من القبيصات اللي كانوا يسكنون في العديد، كانوا يجون يشيكون إذا موجودة ولا لا، يخشون النيزة ويتأكدون إذا هي موجودة ولا لا. الحين أنا أدري الكل يبي يعرف بالضبط هذه وين. إيه؟ إن شاء الله في الكتب القادمة إن شاء الله. فالكنوز كانت موجودة هناك، كنز سليمان بن داود. حتى شي يقولون لو كانوا يدرون الجماعة الثانية ما أخذوا البقعة هذيك ويونا هني غزونا هني على هالكنز. الكنز هيكل سيدنا سليمان. حياة سعيد بن علي شي خصت، هو خال الوالد. خال حياة سعيد بن علي. من يوم نحن يا هال نسير قصار في مغرق، يوم نسير في الليل جدا القصار يقول تحملوا سير شيء يني هناك اسمها ريا بنت ورال، هاي بتاكلكم ان سرتوا، ونتروع نجلس لنا في الخيام تحت، نتروع نسير فوق عند القصار. هاي من هي من الاشياء، من الاشياء اللي يسولف عنها. في دلمة بعد كانوا يقولون تحملوا تسيرون ليبال بتحصلون الليم. الليم 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 يعني شوف الخراريف كيف، بس فلختم اعتقد بين الدابشه ولا وخيوطها شعرها او صوفها فضي زري يقولون، وشي يطير وتحملوا اذا هاي تاخذكم عن عيالها. يعني انا
قلت والله يعني مش احنا بس اللي ابو دريا كان يخرعنا يصير راس غراب، حتى انتم كانوا يخرعونكم. قالوا عاد جيل على جيل يخرع جيل يخرع الجيل الاخر. الحين احنا سكتنا، الحين يقول لك ممنوع تخرع الطفل. ايه اتخرعه حاله نفسيه وبيتعقد، الحين انقطع. ايه ما حد يروح حد، ما حد يروح حد. انزين تفضلي. ف ابو ظبي احس ما انعطت حقها في الكتابة يعني. لذلك أنت مصمم أنك نعم. تتكلمين بس عن أبو ظبي. نعم عن أبو ظبي. هل أنه يعني أنت ما عندك أي خلفية عن باقي الإمارات؟ لا لا عندي، عندي عندي خلفية عن الإمارات الأخرى، وبالعكس من بديت أنا أكتب عن أبو ظبي وسمعت عن القبائل الأخرى قمت أنا أقدر كل قبيلة الآن ما زالت قاعدة فيه، يعني محيطها اللي عاشت فيه. تعرف أنت استوت أبو ظبي استوت عاصمة وهجراتيتها وناس عاشت فيها، في ناس ما زالوا في أماكنهم. أنا وايد أقدر هذيلا، مثل ما أحيانا إحنا صح ما عشنا في دلمة، إحنا كجيل ما عشنا، ما ولدنا في دلمة، لكن عندنا حنين عنها، ويمكن الناس ما تدري هالمعلومة. أنا كتابي أصلا دلمة، والله ما كتبته، أنا كتبته قصدي هذا كتاب، هذا كتابي دلمة كتبته. أصلا أنا ما شفت دلمة في حياتي، أنا الفترة اللي أكتب فيها كنتي هلج 24 ساعة ما هم طاري إلا دلمة. نعم يعني إيه؟ لين الحمد لله أن الوالد يعني حصل على بيت، وقبلها الأول زيارة سرت عند عمة الوالد نورة بن سالم وقعدت عندها، هاي أول زيارة لي استانست. وحيد أبوي وإحنا صغار صراحة إحنا ما كنا يعني حاسين بقيمتها، الحين أنا أقدر أبوي على هالكلمة. يوم أقول له أبوي شفت كذي في الدولة الفلانية يقولون هالشكل، دائما كان يقول لنا إحنا في دلمة عندنا نسوي شيء. يوم يقول لك هذاك في الفيلم في أوروبا والدول المتقدمة، أبوي كان دائما يقول لنا في دلمة إحنا نأكلها بهالطريقة، نحن في دلمة عاد يخق علينا يعني، وإحنا ما كنت شفنا دلمة يعني. أبوي عاد أنت كله يعني تحب دلمة تحب دلمة، الحين كبرنا فهمنا معزة دلمة عنده، وإحنا استوت عندنا غالي الحمد لله والشكر. وإحنا الآن كدور الله يذكرهم بالخير، عندي بعض المتابعين ومن ربعي ومن هلية، أنتي الحين نسميك سفيرة دلمة، مع أن دلمة ما قصروا وايدين يعني من هلها يعني يسووا لها الإعلانات والدعايات وهذا، بس في حد يمكن عشان يعني أنا ممكن أنا يعني أنه حرمة أنا أتكلم عن دلمة، أو لي أنا جانب خاص أحب أبينه يعني لأني بيئية أحب أبين البيئة أكثر، ويمكن ارتباطي في المنطقة بكام يعني إحنا بس مشترى دلمة، لأن يشتون في الياس وهلهم كانوا في العديد وشي قبل كانوا في أبوظبي وحد منهم في منار، يعني القصص خلاص عشقتها أبوظبي. الحين يقولون والله هاي الناس هل بحر هاي هل بر هذي هل يعني، لكن راعي أبوظبي يجيج بر بحر صح يبل صح. كيف الحياة أحيد يوم ما إحنا صغار خلص المدرسة ودونا يلا نجهز الشنطة ودونا راس غراب، عندنا عشق يوم بدينا شوية نكبر قالوا خلاص أنتوا بنات ما سيروا، إحنا عندنا صار هذا شغف السيرة والطلعة لأن ضرونا على هذا الأمر. كبرنا هي من الصغر كبرنا قمنا يعني قمنا نسير. أنا حتى كنت أقول حق بعيالي خلنا نشتري وعيش عيالي الفترة اللي أنا عشتها أحسن ما أنا الحين أعقل الفلوس هاي في مولات وفي هذا، خل تصبح لهم ذكرى الطفولة، باكر هم بيبون عيالهم في نفس بيتبعون نفس اسلوبنا نفس ما علمونا. يوم بحثت ودرست اكتشفت ان راعي اليزر لازم يقيض في البر. ايوه. ولازم يشتي في زيره ثانيه. لها اسباب طبعا يشتي في منطقه ثانيه. ما عندهم والله انا في زيره ما بطلع ما بروح. لازم بيرد البر. لازم بيرد لاحتياجاته، الحين احنا اللي بنتكلم عنها بعدين الاستدامة، بيحطبون بيرعون بوشو ترى هل اليزر. أنا بعد هاي المعلومة ما كنت أدري يعني إحنا ما ربينا مثلا كبرنا أبوي عندنا رشاب بس يدنا العود عند رشاب ويوادعون رشابهم، وهالرشاب أصلا يستخدمونهم المكارية يوم يجون بيقيضون يوم تي المحامل توصل
يعني في سلسلة نحن ضاعت عنا. أنا ما حد يعني يلومني صراحة ليش أكتب، لأن في حلقات وايد مفقودة ما مش موجودة، وأنت لازم تكمل هذا. طيب الحين إحنا شيوخنا الله يطول في عمرهم شو يقولون؟ شو قال الشيخ زايد؟ لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل. زي الناس أغلبهم ما يعرفون شو ماضيهم، ما يعرفون الأولين كيف يعني هم بس إنه غوص وبر وتعب هي. ما عندهم ترابط. هذا راعي الغوص شو صلت مع راعي البر؟ راعي البر نعم. ما يعرف إن هذا ما يروم يعيش بالأي هذا. نعم، هذا يمد هذا وهذا يحمي هذا وهذا في تواصل مع هذا وهذا يسأل عن هذا. يعني يقول لك إذا مر الشهر ما يتم أخبار طرشوا مطارش يسألون. في ترابط قوي مجتمعي، ما عندنا وسائل تواصل، لا سيائر لا طيائر، لا عندنا طراريد مثل الحين الأول يتريون الهواء عشان المحمل بس تشل. وبعد حتى يوم نتابع السباقات الشراعية يعني والله ما تتخيل السعادة، لأن أنا يوم أشوف هاي الأمور يعني بسرعة تسترجع الأشياء اللي يقولوا لك إياها المصادر. فما شاء الله يقعدون، اكتشفت أنه يقعدون كبار السن وما كبار المواطنين واللي على رؤوسنا يقعدون الله يحفظهم والله يحاتون محمل محمل أن متى بيوصل. زين هذول كيف؟ لا بي بي بي, بي, بي شو بوي اللي هو بي, بي خاير. لازم بخاير ولا اذا ما قدر يكمل يبندر زين شلوه ما شلوه يعني الحقوه ولا لا. تحسهم تعبانين عليهم بس هم متفائل يعني يتفاعلون وايد يا هاي القناة. أنا أتخلص من يصبحون لين يخلص السباق ويعطون الجوائز وكل شيء عقب يسكرون التلو. لا وإذا فيها إعادة بيعيدون بيشوفون الإعادة. فتقول اكتشفت أنه، وأنا هذا نزلته في صفحتي، أن الخشب الأول خشب خشب الحين نصهم يعني خشب يأخذون النوع الخفيف الدقل الخفيف الشرع من نوع لها يطوروها. فعشان تي يوصلون والله تقول حلف يدتي تقول ناخذ 3 أيام من دلمة لنوصل المغيرة. ساعات تقول عادي نوصل من دلمة للمغيرة 3 أيام. 3 أيام نعم 3 أيام ما شيء. هو ساعات يبندرون في يسر إذا نقع عليهم الهواء بندرون بيتون عقب ثاني يوم إذا بعد شيء هو ولا بي. يعني مش بالسهولة اللي نشوفها حتى حين هالسباق رغم أن المسافة وايد بسيطة. يعني أنت تشوفها بسيطة من المغيرة للدلمة بينهم بس الصير ويزر الحمر وقشة. انت تشوف انت قبل وين انت ما تعمل المحامل هذه ما تمشي شاح هذاك الشرع اللي تريده زد الله هذا ونوع حتى القماش يعني مختلف نوع الشرع. وبعدين لا المحمل عشان لان هاي مثلا رحلة عودة، الرحلة شي يشلون هلهم عيالهم دبشهم يشلون خدامهم يشلون أغراضهم كبير يعني الفن تنده سبحان. فأنت شوف ثقل المحمل هاي الحين السباق سباق شباب وبسرعة ولف وهذا. فهاي التفاصيل في وايدين ما يعرفونها. وبعدين أنت كيف تقول الكبار يعني كيف عاشوا وكيف لأن يعني كل شيء كانوا يسوونه بيدهم ويعرفون قيمته ويعرفون يعني شو غرضه ويحافظون عليه ويتحملون ما يخترب. وبحين انت عادي يخترب يلا بناخذ غيره بناخذ بنطلب الحين اوردر يجي للبيت. في امور ما يعرفونها لكن انا يعني الاحظ ان كثير من الجيل والله اللي اكبر عني واللي اصغر عني حتى عندي ما شاء الله شباب صغار يتابعون. ليش؟ عندهم شغف يعرفون. طيب ليش انا اذا شفت ناس في جمهور هالشكل انت ما تبى تكتب؟ حتى لو انا ممكن اكتب واخليهن حقي ما انشر بس تبى تكتب. وثينة تطرقتي في كتاب ملابس وحلي سكان اماره ابو ظبي قبائل حلف بني ياس. ليش اخترتي قبائل حلف بني ياس؟ وليش وايدين يقولون والله الاول فقر وفقر وفقر وفقر؟ أنا روحي من الله خلقني لليوم ما شفت الفقر هذا اللي يطرونه العرب. يمكن الناس اللي من غير يقولون عنه لكن نحن ثبتنا العقل يقولون يدودنا ويدود يدودنا إنه
عندهم سوق وعندهم بيزات وعندهم ذهب وعندهم مقتنيات ثمين وعندهم بيوت وعندهم دهاريز وعندهم خشب وسرادله في البحار. فيعني وايدين يقولون والله هذا الشيء اللي من يل بترولية. لا لا هذا قديما كان موجود لكن الامور من بعد الحرب العالميه هي اللي يتكلمون هذا الكلام اللي انت تقوله. منو اللي لحقوا على الفتره من بعد الحرب العالميه الثانيه؟ الاولى صح صك السوق سوق القماش، ترى انت بيع قماش حصل على جنيهات روح اشتر ذهب، او من الجنيهات الذهب يصيغها الصايغ اللي موجود كان. يعني احنا نتكلم مثلا في دلمة او في ابوظبي يصيغون في دلمة عند بن نوري. نعم زين، من يومي كنت اقري بن نوري. اي والله. بس بعدها جت الحرب العالميه الثانيه، زين منو يشتري القماش اصلا؟ البنيان كانوا يجونهم يشترون القماش، وين يودونه؟ يودونه موتي بازار في الهند، حق منو؟ حق المغول الشاهات، حق الملوك، يبدأ تصنيع أصحاب المجوهرات يأخذون الحاصلة ودون. تشوف حتى صور المغول أو الشاهات هذه اللي كل إقطاعية في الهند، شوف السلاسل القماش اللي يلبسونها، القماشة هاي يعني هاي السلسلة يد عقب أبوه عقب هو. وين مصدرها؟ مصدرها من بحرنا. شوف مع أنهم عندهم بحر سيلان موجود لكن يغوصون قبلنا عقب يجون هني. هذا احنا عندنا خصائص خاصه. كيف هذا اللي احنا بنتكلم فيه في بنك اللون في الكتاب القادم؟ ما بتعطينا اي نبدا؟ لا احسن اشتري الكتاب واقرا عشان اخليكم تقرون. لازم يقرون العرب، لازم تقرا، لازم تعرف، لازم تثقف. اذا انا بتكلم الحين صدقني منو يغوص ابو ظبي الاول؟ كل ابو ظبي منو يجيها؟ كل العالم تغوص ابو ظبي. حتى اكتشفت ان في شركات المانيه يتبت تغوص، كانوا جايين من اليزر اللي عندنا من فوق، يعني اليزرنا العاليه قبل داسو ونازلين واكتشفوهم ومنعوهم لان ما عندهم خط انهم يجون يغوصون. هم اذكيه، بس انا قصدي العكس، اذكيه انهم بيعرفون البحر. ترى شو القصيدة اللي تقول هب كل من اللي في البحر، هب كل من عق خيط، ها؟ قال هذا هب كل من تحسر ريحة، قال هذا خيط وهي الرق. فهم ما يفتكرون يعرفون البحر اللي ناس لفيحة عارف التوح مليار مليار. هم يفتكرون يعرفون القوح ويعرفون كيف المحار وكيف بيفلقونه. أوكي أنتوا قدرتوا تسيطرون على سيلان، أنا مسوي مقارنات، قدرتوا تسيطرون على سيلان لكن انتم ما بترمون على قولة الله يرحمه جدتي مريم بنت سيلان بعقصن اسمر على هل الدار ما يرمون. اكتشفت ان عندنا نواخذه تلحقتي على شدها وعدها حياتي. نعم 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 كنا ندس احنا وراها يفترون علينا يدول حقينا بيهوشونا يعليدهم الضرب ما حد يضربكم تعالوا. كان عندهم قيمه للطفل، انا يعني يداتي الله يعطيه الصحه والعافيه، انا هذا اللي انا الخير اللي انا فيه بركت تربيه وعيشه وحنيه، يعني ما تتخيل. يمكن احنا امي وابوي يعني كانت توها الدوله يعني بتطور واشغال ودنيا، بس احنا اقولها يدو انت كيف شليتينا الحين ما في ياهل تشله من دون اشكال صح، تحملوا عليه بيطيح بيستوي وهذا، كانت تشلنا. أقول يا دو كيف شليتينا من دون بشكارة حد يتابعنا، وأنت يا دو اللي بتطبخين وبتنادينا تغسلين ثيابنا وتودينا البر، والله حيد إنه في راس غراب تودينا البر تراوينا تعلمنا، هذا عين كان في راس غراب عين، كنا نقول إذا طحنا إحنا بنموت هني. تقول لا عين كان رشاب ترعى خدتعوشة. لا يدتي مريم بنت مسلم، لكن عندها خد سلام. انت يدتي مريم بنت مسلم، بنت مسلم هي عندها حتى سلامه سلامه حيات عبد الله بن مسلم. اي عوشه اي هذاك من الخام. ايوه انا اتحراها خدته. لا بس كان انا ارباع اي عايشه الضربه. نعم نعم خوات الدنيا يعني. نعم هي مربيه عيالها ما عندها عيال. لا
نعم. معانا طلعت عماركم سالم بن سعيد بن سالم بن ياعد البيسي، والد الاخت العزيز وبنتنا الفاضله بثينه. الله يعزك، الله يعزك. شرفت بشوفك عدي، بشوفك من سنيات مضت حولنا 40 سنه. هذا الزمن، هذا الزمن. الله يبارك فيك، يبارك فيك. العرب كانت تحس يعني الجيل قلت لك اللي طلع حديثا اكبر عنا طبعا، بس اللي عاش او ربى وقت البترول وقبل البترول، في طفولته قبل البترول ايام يقول لك الفقر. قبل البترول اللي يقولون ايام الفقر، الفقر ما كان عند يعني الناس عايشه سمك ورطب يتمرونه وعايشين ترى مرتاحين. بالنسبه للحياه الرخاء اللي عاشوها قبل ما ارتاحوا لسبب ما، انه الحرب العالميه الثانيه قطعت السفن وقطعت التجاره وقطعوا العيش وقطعوا الدنيا، قطعوا كل شيء. يعني يذكرون ان شو كانوا ياكلون؟ ياكلون شعير ودخن، ما شيء العيش، العيش مش موجوده تماما، مش موجوده. ليش السفن؟ شو ما يدك السفن ترى، وين العيش؟ شيء فلوس موجود، شيء فلوس وشيء ذهب، غير ما شيء سوق، ما شيء سوق، الاسواق فاضيه. نعم، حد طبعا باع حلاله وباع ذهبه، وحد راحت احنا يعني في ابو ظبي البترول موجود عندنا بس ما تم التنقيب عليه بشكل كبير الا بعد في الخمسينات. حد يوم يدت تقول ان السفي انت ولادت كان حزت اول تنقيب بترول، فهاي الفتره بدا، بس ما بدت الشركات مثل عندك الكويت، عندك في السعوديه، عندك في قطر. قبلهم انا يعني يوم قريت قبلهم كان في ايران كانت تتنافس الشركات الروسيه والبريطانيه، فظهر البترول في هاي الدول. وحتى الهند ما طلعت، بريطانيا ما طلعت من الهند الا لان كان عينها على الخليج العربي ظهور البترول. هي تركوا الهند عشان يلا في كنز، يلا هم ما قدروا يمسكون بنك اللولو. ايوه، فياو يمسكون البترول. ولكن احنا عندنا يعني الله يرحمه ويغفر له كان الشيخ شخبوط عنده رؤيه، يعني انا اقول لك اياها، سديده عجيبه غريبه. احنا ما بندخل بعد فيها زياده اللي يبقى شوفه في الكتاب. دراسات تحليليه ترى انا وايد في امور احلل فيها، يعني اخذ ارقام واحلل، اخذ بعض المواضيع. حتى الله يذكره بالخير الدكتور علي بن احمد الكندي عنده كتاب هو جامع منطقة أبو ظبي حسب يعني ما جاءت في المراجع أو الوثائق الغربية أو العربية وكذا. فما شاء الله عمل كتاب، يعني عمل جبار صراحة. أنا وأنا أقرأ لأن أنا عندي شوية، يعني هو يتكلم عن أبو ظبي وأنا أتكلم عن أبو ظبي، فأنا عندي من مصادر شفاهية، وكل ما أقرأ والله ما خلي فقره الا حتى خط، لان الغرب اللي كاتبين ان هذيل صدق يعني هذيل ما ساروا البقعه الفلانيه، كيف يتكلمون؟ هذيل مستحيل ان راحوا المنطقه الفلانيه، كيف يتكلمون عنها بهالطريقه؟ هاي المعلومه خاطئه. فقلت له دكتور علي ترى انا شكلي بصدر كتاب بس يرد على كلامهم في الكتاب. قال ننتظره ننتظره. فهاي واحد من الاشياء يعني اللي تستفزك. وليش؟ لان قلت لك ما شيء، يعني ما في تدقيق مفصل في بعض الحياه. ودي اكتب وايد اشياء لدرجه ان اسويها سلسله، كل كتاب عباره عن فيلم، كل كتاب عباره عن فيلم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطينا الصحه والعافيه، وخليه ان شاء الله نترك علم النافع ان شاء الله ينتفع ان شاء الله ان شاء الله. الحلي واللبس والتراث واللبس، لبس انا اللي اسميه لبس الياسيات. نعم. لبس الياسيات اللي انت لحقتي عليه. لحقتي عليه ونحن لحقنا على عليه، يعني ما بنا حين من زمان، يعني لين اليوم اللبس الياسي ما حد يلبسه. فانفردت بحلي ولبس ما وجد على حد. نعم.
الياسية في أبو ظبي لبست بالفعل لبس وكل المناطق لبسوا، ولكن احنا مثلا شو يميزنا؟ يميزنا تأثرنا بالبيئة. يعني مثلا وايدين الحين من يوم احنا صغار ما يعرفون يلبسون، ما يعرفون، ما عندهم قطع، ما عندهم شيء. تنصدم من كمية التنوع اللي كان عندهم. وبعد يعني قلت لهم شفتوا انتوا الحين يوم بتسافرون تجيبون احسن الصوغة، احسن القطع، واساس انه يعني تقولون احنا جبناها من الدولة الفلانية ولا من المحل الفلاني ولا من الماركة الفلانية. ترى نفس الحالة كانت عند الأوليات. أنا ما كلمت قبل البترول، قبل يعني من 1800، يعني أنا أخذت عن يدتي عن يدته يعني في 1800 1850. اللبس الطيب، الألوان المبهجة، يعني يوم أتي حين تشوف البر، أنت بتطلع من أبوظبي بس يرى غرب، تشوفه كله رملة إلا إذا الله رزقنا بالحية خضرت الدنيا. يقول لك الدنيا هاي عشب ورد وزهور والوان. قلت لهم كيف انتم تقولون ما عندنا الوان؟ احنا عندنا الالوان كلها كانت موجوده في الطبيعه، احنا يمكن نقارنها بالان اللي نشوفه. يعني اذا شفنا الالوان والله في حديقه فلان ولا في زراعه بيته ولا في مزرعته شفنا الالوان، ولا في شوارعنا، يعني الله يطول عمار شيوخنا، ابو ظبي خضراء والله، تنزل من الطياره تشوف بس متشوق حق شيرها حق زراعتها. ف احنا ضارين على هالاشياء، لا هم ضارين على قبلنا على الالوان وعلى العشب وعلى الدنيا وعلى الخير. والله ان تقول تذكر يدتي تقول يوم ينزل عندنا الحيه في الياس، ان من خضارها وريحه العشب والزهر اللي فيها، يعني كانه مثل الحين يقول لك يشوفون سويسرا. سبحان الله، يعني انت تعرف المقارنه. بس من يحس في هذا الشعور اللي يعني يدخل في بحرهم، يدخل في عمقهم، في مشاعرهم. عشان لازم اذا بتدخل انت بتي بتعبر. فاحنا عندنا اللبس. لحقتي على حياك الامن؟ لحقت عليها، لا لحقت عليها وانا صغيره. لحقتي؟ اي نعم. كانت في البيت اللي احيانا في الله يعطيها الصحه والعافيه خالت الوالد خاطره، كانت في هذا البيت. بس كانت يعني طايحه، لكن لحقنا عليها. انا لحقت عليها حرمة عودة اللي خليني أتذكر حجرتها. أول ما تدخلين الحوي حجرتها عليك اليسار من تهضة 3 دريات، سيادتها مو طريلها والله العظيم، يعني أشوف محفورة في السيادة والله، وين توقف تصلي محفورة في السيادة طبعة ريولها، سيادة من سيايد الأوليات. نعم، العمل بنت 90 الله يرحمها ويغفر لها، يعني معلم من معالم الظفرة ودم. سبحان. شوف ليوة اللي يقول لك الأوليين الجو لغارة ما غيرون على العمل بنت السيد، ما غيرون من كرمها ومن سمعتها، وبعدين من أبوها سعيد المهندي، يعني أبوها يعني الطواش رائد الخير ما شاء الله، اللي يعني أبو راشد بن سعيد. إيه. يا بالذرية. إيه نعم. وإن شاء الله إن شاء الله في الطبع الثاني من كتابي. إيه. دلمة إن شاء الله بعرض، أنا حطيت شجرة عائلتنا سعيد بن راشد، راشد بن سعيد، راشد بن سعيد المهندي. نعم. إيه. أبوك يا سالم بن راشد. نعم. إيه نعم. فإن شاء الله بعرض شجرة عائلة سعيد المهندي. نعم إن شاء الله. ليش؟ لأن في وايد ناس ما تعرف إن هذيلا هالليوة وهل الصير وهل دلمة، كانوا في الصير وهل دلمة يعني عقب يوم، وهل الياس، الناس ما تعرف هاي المعلومة، عرفت؟ فإن شاء الله نحن بنذكرهم. والعمل بنت سعيد عاشوا هناك. نعم نعم، هم أصلا جايين من الليوة يو في الصير، عيال عمومتهم اللي استقروا في الخور، فوايد يستوي خلط. لا هذيل هني، هل المنطقة هذه؟ إن شاء الله بنذكرهم بإذن الله، وله صرح ما زال مسيده في دلمة. جيته صورت. نعم يعني عمارة، هذا بعد بروحه أنا يعني إن شاء الله بخص العمارة في إمارة أبو ظبي. ترى في ناس وايد ما تعرف شو العمارة،
احنا ربونا في المدرسة الخيام احنا شو عندنا بيوت الشعر هاي الخيام طلعت مو بهاي الخيام والله افتشلنا احنا كبرنا مو بهاي طلعت الخيام طلعت اللي العرشونة الحين هاي يسمونها الخيام هذي راك يسمونها بيوت شعر لان احنا لحقنا على بيوت الخيام اللي هي الطربال هاي يسمونها خيام ففي معاني لازم نوضحها حق الجيل عشان لا قدر الله دخل على مرجع قديم يعرف شو هاي المغزى العمال بنت سعيد لها مرية ايه شفتها الدلال الدلال نادرا ما تحصل حد وعلى فكرة كل جني ولها جنيها اثنين رهنتهم رهنوها ناس يعني اخذوها من عندها رهن ولين الحين ما ردوهم حتى لو تشوف المرية ترى لها ناقصة وهاي الجريهات يعني الأولية اللي يصيغون فيها ذهب الكبار طبعا الكتاب تناول بالتفصيل بالنوري من وين؟ بالنوري أعتقد من البانيان بانيان هي نعم و الله يذكره بالخير أستاذ عبد الله المطروشي اللي خنير يوي خنير هي نعم نعم اللي يشتغل على الخناية كنت احنا كان عندنا نقاش على بنوري يقول عقب يا ترى في دبي هو كنت اعتقد وصل حق حد ما اعتقد من عيال بنوري عقب لان تعرف الخناير كانوا يذهبونهم ايه نعم كان عندنا احنا عندنا كانت حضارة للأسف كثير ما يعلمون شو الحضارة اللي عندنا أو ممكن يعرضوا لك الثوب الكندورة في تفاصيل بالثوب الكندورة أصلاً ليش الثوب الكندورة بهالطريقة وايدين يتحرون الثوب الكندورة من نفس الخلقة لا فرق طبعًا. هذا لون وهذا لون ما يخصه طبعًا لون ما يخصه شرق وغرب عن نعم. ما في ألوان متناسقة وله ذايل الثوب له ذايل هي نعم وهم هذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحرمة تلف ريلها وما حد يشوفها ولا يشوف ثرها وأنا حيد كان في برنامج بينونا قلت لهم الحين يوم البنات ولا الحريم بيسوون الفساتين بيسوون لهم ذيل ترى الذيل هذا من زمان الأوليات يعرف إنه قبل لا يسوون شيء جديد قبل لا يسوون الحريم ففي ثقافة وفي نقوش إحنا مختصين فيها ما بتحصلها في نقوش ثانية يعني في منطقة ثانية أنا يعني أقدر أجزم لك هل بوظبي عندهم ذوق نيت يعني دقيق جدا يعني ممكن يسافرون التجار ولا الطواويش الهند وبيبيعون القماش وبيبون مثلا موجود هناك الصاغة موجودين في الهند أكيد. ممكن يبون من الجاهز مستحيل يبون من يعني من ديزاينات الهنود مستحيل لازم يبون يا يصيغون شيء الصوغ شوفي نحن حين سرنا قالوا الصوغ حل البحرين ذهب بحريني ذهب كويتي ذهب ليش نحن ما سمعنا حد يتداول ذهب ابو ظبي هذا اصدر في هذا الكتاب خلاص هذا ذهب ابو ظبي انا يعني اجزم لك ان هذا ذهب ابو ظبي اللي عرضته بتفصيل بمراجعه مع امهاتنا من قبائل عده مش موجود عند حد غير ممكن يلبسونه ناس بس لا مش موجود يعني بتحصل المريه بتحصل الفرقه بس فرقانا احنا انعم ادق تحصل الفرقه في القبائل الثانيه او الامارات الثانيه او حتى في دول الخليج عندهم على اكبر افخم ليش التضاريس البيئه تاثر عليهم يعني مثلا عندك هل اليابان يحبون النقوش القويه هل السواحل النقوش الدقيقه شو عيشتهم على العيشه سبحان الله حتى في اللبس هل اليابان بتلاقي الصروال والكندوره اكثر ليش يطلعون يرقون هل السواحل احنا عندنا لا احنا منبسط صح ولا لا تلقط الكندوره ملحفه جبل يوزه الريق نعم في وحتى الالوان تتاثر صح احنا كلنا يعني كلنا لبسنا سراويلهن وكناديرهن وثيبانهن الثوب اصلا شو غرض الثوب ستر للمراه السويعيه ستر صح فيه قبائل ثانية اللي هي في مناطق ثانية لا مو بشرط الحرمة بسواعيته ممكن بثوبها بكندورته أو بكندورته ما عندهم مثلا المادة هم عيشتهم هالشكل
فلا عندنا حضاره. انا ترى ليش بديت اصلا الكتاب هذا؟ حتى التعقيص التساريح تسريحات الشعر تختلف. نعم، وعندهم حريم متخصصات في التساريح، حريم متخصصات في مثل الحين يسمونها المعقصه. المعقصه يصير ان حتى اللي يخيطن، وبعدين منو اللي تتميز؟ من اقدم معقصات في ابو ظبي؟ لا والله شامله بالتحميل. الله شامله بالتحميل حافظ عليه. ام احمد، الماء دلمه من وين يجيها؟ ما كنت دلمه بلاد فيها حضارات ومينا وسفن ومركز تجاري عالمي، ما هم من وين؟ دلمه ماها منها، ولكن كيف يا ماها؟ دلمه يبال ولا ياها الحيه وياها ديتها الامطار خرت من اللي بال في الشعاب، وطبيعي يعني مع الجاذبيه الارضيه وين تروح؟ لا. تروح البحر. لا تروح البحر، يعني قليل اللي ترى هي فيها ارض طينيه، فقليل اللي يرد فيها. هي ليش استوت مركز اصلا؟ لماذا؟ اي مكان اي حضاره تبنى تبنى على عاملين، ماء وزراعة. مثلا النيل، النيل ليش مصر فيها حضارة؟ النيل ماء وزراعة، استقروا الناس. دلمة ليش كانت مركز؟ فيها ماء وفيها استقرار. يقولون أن العالم بن بطحان أول من ياب فكرة هو هاملي، وياي من البحرين، عالم دين. أنا لحقت على بن بطحان قبيسي. لا لا سيف، أنا في هاملي سماي على هذا كان يطلع اللي في مدينة زايد. إيه بن بطحان هاملي. إيه حرك حرك بيه اللي يصبغ لحيته أسود. إيه لو ما بشت وقس بالضبط. ستيري. إيه لا تسيف بن بطحان. سيف. إيه هذا مسماي عليه. إيه ولكن مو يعني مش من نسل. إيه نعم. مش من نسل. أها. فا أول من ياب فكرة السدود في دلمة، وهذا أنا ذكرته في كتاب دلمة، لأن دلمة طينية. ترى أنت بعد شو اللي تبني عندك الحضارة؟ ليش دلمة فيها بنيان مش مثلا باقي الجزر موجود فيها؟ لأن دلمة فيها اليص وفيها طين. طيب. كانوا يبون الأساتذة اللي هم من بر فارس، المعلمين يعني الحين يقول لك المقاولين أستار يستخدمون المواد هذه. إن شاء الله هذا بعد بني في شرحة قلت لك في العمارة، يعني في كتاب العمارة يشتغلون عليها، يبدون يبنون ويأخذون بعد من الفشوت المرجان يبنون فيها. فمواد البناء موجودة لين شوي شوي دخل السميد. والله يرحمه يدنا سالم بن ياعد باني برشة ومخزن في الياس العالي، الله يرحمك يدي يا سعيد. يقول لك يوم انولد يدي سعيد خط تاريخ ولادته على البرشة، بس كانوا شو مسوينها بالسميت. هاي الفترة دخل السميت. شوف البنيان في دلمة من قبل. إيه. فاللي جاب فكرة العمارة تعرف المشايخ هالأسفار، يعني أكيد أنه تلقى علمه في الجزيرة العربية، وتلاقى مع علماء جايين من الجزيرة العربية فيتكلمون كيف طريقة البنيان وكذا. يوم جاء في دلمة واستقر بنى السد، خلاص عندهم هاي بعد من طرق الاستدامة. احنا نبي نعيش، يخر ويهد تهد الشعبة من الهبال، عرفنا طرقها يلا نسد عليها. ليش يسد عليها؟ عشان تنزل في أرضها. ويقولوا يعني ويقولون الأوليين أن البحوث في دلمة شرقي دلمة، الآن حين عليها مزارع كلها. جيته صورته. صورت البحوث. إيه. يقول لك يعني هم يقولون يا من الأوليين يا هي خلقة الله، يا من الحضارات اللي كانت موجودة. يقولون يص يعني يذكرون حتى شفت الرخام. إيه. أن مثل الرخام. لا تشوف أنت الحين هذا اللي تم، يقولون الأوليين كيف شكلهم. يسحبون منها الماء، يروون منها وبعدين يسكرونها،
وانا هذا ذكرته. هي حصار هي هي نوع هي انه يمكن من نوع ال لا تيم هي تيم بس انا يعني قصدي نوعية الحصار كيف ان الماء يظل فيه ويغطونها حق الروية الثانية والتيم تبدا يطلع الماء فيه مرة. قول كيف يعني كيف هذا؟ ما تعلم، العلم عند الله. يعني للأسف أن ما عليها دراسات يعني يشوفون كم الارتوى فيها، بما أن أغلب السدود بس السد سواه محمد بن جاسم عقب في لا في كذا سد، في سد في القطارة هي واليوم انهد رد صلحها محمد بن جاسم. يعني دلما فيها منطقة في يقال عنها القطارة. إيه نعم إيه. تعرف ليش القطارة؟ لا ترية في الكتاب ما بنطرح احنا كل المعلومات، لا بتريه في الكتاب. البارحه انا خبروني ليش القطاره، انا عارف القطاره، حتى اقولهم ليش سموها على نادي القطاره في العين؟ قالوا نادي القطاره في العين خذوا من، او يمكن هناك بعد عندهم عين ومسمينها القطاره. ترى بعد في شيء الناس ما تعلم، ما تعلم حتى في ابو ظبي مثل البطين هني، بطين في العين، بطين في دبي. احنا كنا نقول لا ليش نفس الاسم؟ مثلا عندك هني المشرف في ابو ظبي، في عمان مشيرف، مشيرف في الكويت، في المشرف دبي ند الشبع، في ابو ظبي ند الشبع. ففي يعني الناس ما تفهم انه يطلق على المنطقه على تفاصيلها البيئيه، ممكن نفس التسميه ترد ترجع. كانت تشرب من البصره، كان في بعد في لها فناطيس، فناطيس في دلمة، في الفطاس انت لو خزر زنف خشب يسمونه فناطيس. كانت السفن اللي من البصره رايحه الهند يخطفون يصبون يصبون في التواقي هذه حق القلاويص. يعني شوف انت الحين تقول من البصره شيء بهم دلمه تمر من البصره، الماء تجاره كلها العالم كله تجاره كانت هاي المنطقه. يعني انا السفن اللي تجيب من العيد من الهند تجيب العيش والارزاق هذه بعد تنباع من دلمه سواء في البحر او في البصر. صح 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 تفرق من وين تروح البصره يعني وهل هم جرى صح معلم سنان. صح في شيء ثاني بعد يمكن الناس ما تعلمه، فيه يقول لك دلمة ليش ما يت عليها قوة؟ يعني مثل البريطانيين يت القوة مثلا عندك في الشارجة، رأس الخيمة تبهدلت وقوة هلها يعني تصارعت مع البرتغاليين من القدامى وبعدهم اعتقد البريطانيين، ويو استقروا في الشارجة واستقروا كهدنة، ما دخلوها هدنة، ما رموا عليها، دخلوها هدنة. وفي البحرين مركزين وين كانوا الأولين يقولون؟ في البحرين وفي الشارجة. ليش إحنا بحرنا ما يعليها أي من هاي القوة؟ في يعني عوامل بعد إن شاء الله في الكتاب ستطرح. ما بتقولين؟ ما بقولها لأنها تجيب العزة والفخر. لو أنا حين قلتها لا خلي ياخذونه من الكتاب احسن، احنا نتعب، احنا كتاب حر نتعب، خلي يجون يقرون عشان يعرفون شو العوامل، وكل واحد قرأ يعرف الان بلاده شو تحتاج من العوامل. اذا ما استمديت من الماضي صدقني ما تقدر تكمل جدا. يعني احنا الحين شو يستمدون الشباب والبنات والشعب هذا كله، حتى عندنا المقيمين شو يستمدون؟ يستمدون ترى القوه من قوه شيوخنا. شوف الشيخ محمد من وين ياب القوه؟ يابها من دراسته من ابوه، يابها من امه الله يحفظها. ليش؟ تعلم وباشر. الحين انا تعلمت، انا اكتب لهم تعال اقرا واعرف شو نقاط السر اللي خلت هاي الارض قوي. استمر. نعم وتستمر إلى الآن. أنا يعني كلي فخر إن الحمد لله إحنا ما يانا أي احتلال، وإن شاء الله ما يينا. وأنا قلت لهم كتبت الأول كان اللولو، عينهم على اللولو، حطيت أسباب إنه ما قدروا يرمون على اللولو مثل ما رموا على سيلان، لكن الحين عينهم على البترول وما بيرمون على البترول إذا إحنا تمكننا من التمسك بنفس القوة اللي كانت موجودة. ان شاء الله كل الكلام وكل الحوار على ما تشوفون هذه اشياء ارتجاليه، حوار ارتجالي
مش مكتوب، ولا ان محفظ هي محفظه ولا انا محفظ، لا هي انا اطرح اسئله بطريقه سلسه بسيطه من بيئتي المتعارف عليها اللي عايش منها، وهي تجاوب ارتجالي. ما في شيء خد مجهود، اللهم المجهود ذهني. فكل الشكر والتقدير لك، وشكرا على حسن الضيافه وساعه صدرك اللي تستحملتي وجودي بدك كلها. انا وايد عاد هرمس وما فتحت مجال، لكن انت بعد ما شاء الله ايش كفيتي وفيتي. شكرا شكرا على حضورك واتاحتنا الظهور على المنصه الاعلاميه الخاصه فيك، وان شاء الله ان الجمهور يعني يستفيد ويتعلم، واذا في اي استفسار اي سؤال يعني حاضر. هدفنا في النهايه علم ينتفع به، بديناه من عام زايد، ان شاء الله نوصلها اذا الله كتب لنا من العمر الى ان شاء الله عام الأمية باذن الله ان شاء الله. شكرا يا بنت سالم، طال عمرك ما قصرتي، بارك الله فيك. ام احمد، نحن تكلمنا كلام مختصر لكن اكيد هذا شيء يطول شرحه، ونحن ما نروم نتكلم هالكلام كله في لقاء لمده نص ساعه ولا ساعه. ف شو الاصدارات اللي ظهرت من عندك ومنو تبناها، وشو الاصدارات اللي ناوي انت تطرحينها في المستقبل ان شاء الله؟ ان شاء الله. اول اصدار اصدرته دلمة اطلالة على الماضي، هذا عن دلمة، يتكلم عن دلمة وتفاصيلها، ويتكلم عني تقريبا ككاتبة يعني الى اين انتمي. الكتاب الله يطول في عمر الشيخ حمدان بن زايد اصدره لي، وهو يعني اللي اسعدني اكثر ان بعد دقق عليه يعني قراه، وعنده كان ملاحظات مثلا صوره الغلاف، وصوره الغلاف هو اختارها. شو كانت؟ انا كنت حاطه واحده من المحامل العريضه، محمل يدي الله يرحمه سالم بن يعد، كان يوم ميال لحيمر وجلبها على السيفه، فكنت حاطه هاي الصوره ومبنى من مباني دلمه. لكن الشيخ حمدان أصر أن دام أن هذا الكتاب كان يعني تقريباً الأول، وصادف أن احنا أنا والكاتب خالد بن عيد نفس الفترة أصدرنا كتبنا، كان الأول بالنسبة للدلمة أن تعرف جزيرة الدلمة، ففضل أن تنحط خريطة الدلمة على الغلاف، وأنا هذا يشرفني، وأخذ الأصدار اللون الكحلي أنا بالنسبة لي يعني. اللي تكلمنا احنا في عن الملابس والحلي وقليل من المعلومات، يقدرون يرجعون حق كتاب حلي وملابس سكان إمارة أبو ظبي من قبائل حلف بن ياس. الكتاب هذا خذ الإصدار عندي الأحمر، سلسلة كتبي بتكون بألوان إصدار الأحمر، يقدرون يدخلون في تفاصيل التفاصيل بمنهجية علمية لدرجة الله يذكره بالخير واحد من اللي راجعوا الكتاب قبل النشر، قال لي احنا حاولنا نجلب يمين نجلب يسار ننقل الفصول ما قدرنا، مين كتب لك اياه؟ كان اضحك، قلت له انا يعني انا دارسه ماجستير، والماجستير علوم البيئه تكتبه باسلوب علمي يعني، اكيد ان انا ماخذه نفس الصياغ، واريد اسهل حق الفئات يعني من الشباب، يكون كتاب غلج هو دسم عميق ولكن سهل بسيط مبسط. اللي اسعدني وافرحني طبعا على منصه السوشيال ميديا في الانستغرام، واقدر طبعا احط صور، لان احنا عندنا المراه دائما ستيره، ما كنت اقدر احط صور الحريم الكبار كانوا يطرشوا لي يعني ان كيف فرحانات على الكتاب، واعتقد انتعش عندنا سوق الذهب من هذا الكتاب، انه وايدين شلوه صيغوا لنا مثل هذا، فوايدين خذوا عليه. واشكر كل امراه من الياسيات اعطتني ودخلتني بيتها، فتحت لي التجوري، فتحت لي من موروثات هلها عشان اصور واراوي الناس، ترى انا الا وسيط، ولكن هذا مني للمجتمع كامل يعرف قيمه وحلاوه القبائل اللي كانت عايشه هني وشو جمالياتها. وان شاء الله الكتب القادمه
بتتحفنا اكثر. بدأ الكتاب الثالث ان شاء الله القادم قريبا، كتاب اذا كان هذا احدث ضجه هذاك سيحدثها بصيت اكبر. هل راح تتكلمين عن الزي الرجالي؟ اتكلمت في الكتاب عن الزي الرجالي. ايوه ذكرت اشياء ما ذكرت، يعني ما حد ذكر الشلاويح مثلا، حد ذكر الاصديري والكوت، حد ذكر فترة الجواتي، صح مو كل حد لبس، حد ذكر الترمة، شو الفرق بين عقال الشطفة بين العقال العادي عقال المطوع، أو شو الزينة من السيوف ولا من الخناير. تكلمت، هو كل الناس تحررنا من النسائي ولا في حتى في عن الزي، نعم عن الزي الرجالي، وتكلمت عن قيمة الكسوة ذاك الوقت كم. وبعد حطيت الله يذكرها بالخير سمية بنت هلال القبيسي، الأقمشة ساعدتني وايد في الأقمشة، حطيت أنواع الأقمشة ومسمياتها اللي كانوا يلبسونها الياسيات، تشوف التنوع عظيم يعني. فعندنا حضارة، عندنا حضارة وحنا هالحضارة، وإن شاء الله بنكمل الحضارة مثل ما القيادة الحين الدولة رقم واحد، إن شاء الله إحنا بعد نكون في حضارتنا رقم واحد إن شاء الله. شكرا يا بنت سالم. العفو، طال عمرك. شكرا يا محمد.